اهلا وسهلا من جديد. نتحدث عن قضية المرحوم عمر العبيدي، طبعا واختلفت الآراء لكنها أجمعت على أنها قضية رأي عام، على أنها قضية لابد أن يقع تناولها والتعاطي معها كقضية مست كل التونسيين وخاصة الرياضيين. حسام الحاج علي. هو صحيح عادل، هي قضية رأي عام مست كل التوانسة ومست حتى غير التوانسة. اليوم ذنب عمر الوحيد أنه يحب جمعيته، أنه يحب كرة القدم، ومشى تقريبا المفر الوحيد اللي لشبابنا توا هو الملاعب والقاعات، ويمشي ويتفرهد وعنده حتى نقول احنا عنده غمه، عنده برشا مشاكل، يمشي يسيبها في الملعب، يسيبك الطاقه هذيك باش يشجع جمعيته ويشيخ ويروح. هذا اذا وليت انك تحب جمعيتك وتمشي باش تتفرج في ماتش كوره ذنب على الدنيا السلام. المشكل عادل الوحيد اللي أنا ما نحبش ندخل معناها في بلاصة الحاكم ولا بلاصة القوانين ولا بلاصة المحاميين ولا الحكام. اليوم علاش خذيت كل هذا الصيت وكل هذا الوقت؟ خاطرها الحكاية طولت. لو القانون يخو مجراه من الأول يظهر لي معناها سهل، عندك شهود، عندك كذا، عندك أحداث، عندك كذا، تاخو قانون الغالط يتجازى، الغالط يتعاقب، كل واحد يخو حقه، كل واحد يخو جزاه. تو الناس الكل تتفرهد. اليوم الحسرة واللوعة والوجيعة اللي عند عائلته وعند الجماهير بكل معناها ألوانها، مش اليوم جمهور النادي الإفريقي فقط ولا جمهور الفيراج، اليوم جمهور كل النوادي وكل الرياضات. اليوم علاش حس على هذه الحالة وعلى هذه الوفاة وعلى هذه الكارثة؟ نقدر نقوله على خاطر الناس تحس اللي اليوم ولد مشى يتفرج يلقى روحه يتوفى، والغالط والمذنب ما ثماش جزاء. انا نتمنى ان كل واحد غلط ياخذ جزاء وتكون درس هذايا باش الناس الكل اللي عايش في هذه البلاد يحس اللي عنده حق واللي خذاله حقه يتعاقب، والمذنب يتعاقب، واللي عنده حق ياخذه، حتى على الاقل الناس الكل تحس روحها اللي عايشه في بلاد عنده كرامه، عنده حقوق، عنده واجبات، يعرف شنو ليه شنو اللي عليه. تو الناس الكل تتفرهد وقت اللي يحسوا اللي عايشين في بلاد فيها قوانين وفيها حقوق وفيها واجبات. واضح. أنيس العياري. بون، في الموضوع اللي يقلق عادل الحسره والحزن نتاع ميمتو، الشيء اللي تعيش فيه كي تشوف الرياكسيون نتاعها تقول عمر يعني توفى البارح بعد 4 سنين، القضيه مازالت اليوم، حزن كبير في عيناه. هذا اللي يقلق. بيان سور من بعد ثم قضاء، نعرفوا لي تونس بلاد يعني بلاد تنجم تاخذ فيها حقك. متاكد انه القضاء بشيخه مجراه، ان شاء الله ينصف عمر العبيدي واللي عمل لي يخلص عاد، يعمل لي يخلص باش ندخلوا في القانون وفي القضاء. ومعني ما عنديش الملف وما عنديش التطورات نتاعو، نتبع ممكن المحاكمه الاخرانيه معناتها في حضور المتهمين. ان شاء الله القضاء التونسي يعطي حق عمر العبيدي. هكيك الحسره وك الدموع اللي رناها في عيني نمو على الاقل تبرد شويه. اكيد انك كي تفقد كبتك، كي تفقد ولدك، ماكش باش تكون سعيد، باش تكون ديما حزين، باش تكون ديما في مخيلتك عمر. لكن وقت اللي ينصفوا القضاء ويعطي حقه، ناكد لك انه امه على الاقل تنجموا بردوها شويه. واضح. طبعا ننتظر يوم 3 نوفمبر القادم لمعرفة مآل هذه القضية والحكم الابتدائي اللي باش يصدر عن محكمة بن عروس، وإن شاء الله يظهر الحق. يظهر الحق حسام. هذا اللي طالبينه مش طالبين حتى شيء. معناها ثم أدلة، ثم شهادات، ثم كذا، كل واحد أذنب ياخو حقه، اللي غلط يخلص. الولد مسكين ما عمل شيء خلص، وخلص معناها بحياته. إن شاء الله على الأقل اللي تسبب في وفاته كذلك يتجازى وياخو حقه. واضح. هذا ما نتمناه، إن شاء الله يظهر الحق. نذكروا بالمسابقة أكيد عن طريق الاسماس باش تشاركوا معنا وتربحوا 10 مليون كاش. تبعثوا السي على الرقم 85 840 85 840، وتجاوبوا على الأسئلة المطروحة باش تقوي حظوظكم في الربح. فحظ سعيد لكل المشاهدين. المفاجآت متواصلة، وعديد المؤسسات الوطنية اللي قاعدة
تقف مع التونسي في هذا الظرف الصعب وتحاول تكون في مستوى الحدث وعند ثقة كل التونسيين، خاصة عندما يتعلق يعني بمناسبات كروية وبأحداث عديدة تشهدها تونس؟ على ذاك نحب تصفيقة حارة لسمارت تونيزي. سمارت تونيزي نذكروا اللي هي شركة تونسية منذ تأسست منذ سنة 1997 ودخلت للبورصة سنة 2021، وهي تمثل أكبر ديستريبيتور في تونس في كل ما يخص الماتريال انفورماتيك، ونعرف اليوم التوانسة كل مغرومين بالانفورماتيك ومغرومين يعني خلينا نقول الصيحات الأخيرة في عالم التكنولوجيا والانفورماتيك، وأيضا بالتليفونات، وأيضا بكل ما عنده علاقة بالإعلامية والمواد ذات العلاقة. دونك البوان فور نتاع سمارت اللي الناس كل تسأل عليها يقول قايل شنية هي؟ زادة يبيعوا كل ما يخص لايتك سمارت تونيزي، كل ما يخص لايتك. دونك سمارت تونيزي اليوم عملت ديزيفور كاملين دي سوليسيون ديزيفور دي سوليسيون كاملين باش تكون في مستوى انتظارات التوانسة، وباش تعطي اكيد على خاطر لا بارتي كونسي هي اساس استراتيجي كوميرسيال نتاعها. دونك وقت اللي نون سولمون تبيع لك حاجة لكن تنصحك وتتابعك، وايضا فما سيرفيس ابريفونت اللي يقوم بعمل كبير، وهذا ما يحسب لسمارت تونيزي اللي تحب تدلل التوانسه وتدلل الناس اللي اعطوا ثقتهم في هذه المؤسسه الوطنيه العريقه. لريزو سمارت مقسم على كامل تراب الجمهوريه من الشمال للجنوب، والسير سوسيال اللي يحب يزور ولا يطلع على اخر ابتكاراتهم وتجهيزاتهم ومنتوجاتهم موجود في الشرقية واحد، وبالنسبة للفرع متاع الوسط موجود أكيد في فرع الوسط موجود في سوسة والوسط، وعاصمة الجنوب هي صفاقس تحتضن أكيد الفرع متاع الجنوب. إذن التغطية موجودة على كامل تراب الجمهورية. دونك اليوم قدموا لكم لقام دي بي سي بورتابل متاع الماركة ديل، دونك دي لمارك ديل، واللي سمارت هي الديستريبيتور متاعها من سنة 2002. دونك ثقة كبيرة وامتيازات كبيرة، وخاصة علاقة بين التوانسة وسمارت متميزة منذ 2002. دونك سمارت هي المارك ديل اللي تتبناها واللي هي ديستريبيتور متاعها في تونس، حاجة تشرف برشا، ماركة من الماركات العالمية المتميزة. القام هذه فوستغو 3400 من أحسن وأرخص البي سي الموجودين في القام متاعها، أكيد برشا تقنيات حديثة متميزة نجم نشوفوها في الفيتيار هذايا. ثم نعود الحديث على سمارت تونيزي. دونك بي سي ديل موجودين عند ريفوندور انفورماتيك الكل في كامل تراب الجمهوريه. البي سي هذايا موجود فين تتنقلوا، فين تكونوا، فين تسكنوا، وفين اكيد يعني اكيد فين اكيد تكونوا موجودين. والبي سي ديل موجود في كامل تراب الجمهوريه، نقاط البيع عديده متعدده للفوندور كل نتاع الانفورماتيك موجود عندهم البي سي ديل هذا. تحبوا تاخذوا فكره اكثر على البي سي تمشي على الباجه الخاصه نتاع سمارت تونيزي، تلقى كل المعطيات وخاصه كل ما عنده علاقه بالانفورماتيك وبالتجهيزات وبالمواد اللي تميزت سمارت تونيزي انها تقدمها لحرفائها. على ذاك الثقه متميزه ومتواصله بين الحريف وسمارت تونيزي، وعلى ذاك ايضا في باب تشجيع المؤسسات التونسيه تحيه لسمارت تونيزي على كل ما تقوم به لفائده الحريف والمستهلك التونسي. نعود الى اجواء المونديال في حلقه المونديال، واكيد كلكم تحبوا تسمعوا الاغنيه الخاصه بكاس العالم
نستمع لهذه الأغنية، نشاهد هذه الأغنية ثم نعود ونواصل الحديث. كل عادة وكل عويد جلسة المساند الرسمي لبرنامج تسعة سبور وبرنامج المونديال، تحية لإكزيست نوتر سبونسور مارك دي بريتو أبورتي بوروم نيميرو 1 في تونس دائما وأبدا. إكزيست تشجع الرياضيين وتساند المنتخب قبل المونديال. نحكيو أيضا على ما نعرفش شكون حاب يعلق، شو النقاش اللي قاعد صاير بينك وبين عبد المجيد نزار؟ الحاجه بها عند عبد المجيد وقت تعجبه حاجه يحطها ديريكت مون في داره، الغنايه هذه مشهور بها عبد المجيد، اول ما تدخل الدار نتاعو يسمعها لك. سجلت الغنايه، سجلتها في الدار خاطر فيها ريتم وتعجبني، والله العظيم سجلتها. في بالي حبك عبد الحليم انا. لا لا. الغنايه ولا الكليب؟ زوز. صوتا وصوره. صوتا وصوره. صوتا وصوره. دونك جاك شكون باش ينافس عبد الحليم يعني في الدار؟ لا عبد الحليم هذاك حاجه سبيسيال، اما هذه معناتها تنحيك القلق. كل ما تسمع فيها ريتم ما عادش تقلق. انت تموت على الريتم سيستو. يلا. الفيفا تدعم المنتخبات المشاركة في كأس العالم أكيد، وخاصة في التحضيرات قبل الرسميات. عصام زيناوي، بلال النكاع في هذا التقرير. عملية سلسة إن شاء الله سلسة، لأن عشت معنا بعض التجارب، كانت هناك بعض الصعوبات في دخول الملاعب وتاخذ برشا وقت. صارت في البطولة العربية صارت الزحمة، وكنا حاضرين احنا في مقابلة منتخب تونس مع مصر، معناها زحمة كبيرة وحتى وصلت نوع من الفوضى. لا لا وانا عشتها في قصيدة المباريات الكبيرة عبد المجيد، هذا هو الحاجة الوحيدة نتمنى يلقوا لها حلول، خاطر الناس تجي تعودت في البلدان الأوروبية خاصة الماتش الأربعة يجيك 3:30 يدخل الملعب نتاعو معناها بكل سهولة. إن شاء الله يلقاو حلول باش الناس تدخل بكل سلاسة وتخرج بكل سلاسة، لكن في المجمل عادل أنا متأكد بنسبة 100% أنه باش يكون مونديال للتاريخ ومونديال خيالي. واضح. تفضل نزار حبيب، تضيف حاجة؟ نضيف حاجة برك. مستحيل مستحيل باش كأس عالم آخر ينجم يعمل اللي باش تعمله الدوحة. عليه على خاطر في نفس النهار في نفس النهار ممكن تشوف ثلاثة مباريات. صحيح. في نفس النهار المتفرج ينجم يشوف ثلاثة مباريات على خاطر التنقل بين ملعب وملعب حكاية 20 دقيقة. أنيس. برشا بذخ عادل، كونفور برشا، لكن خلينا نكون واضحين عادل انه شرف الكل عربي الفخامات والكونفور اللي قاعدين نشوفوا فيه. راهو ثم بعض التشكيك من بعض الدول العظمى اللي علينا في ذكر الاسامي، انه هناك يعني في اشغال الميادين، انه هناك بعض حسد وغيره وصلت اليوم حد التشكيك حتى في، لانه اليوم سوربريز كبيره للدول هذه على الشيء على النظام على الكونفور اللي موجود على التيرانات، حاجه لوكس حاجه ممتازه برشا. صح الملعبيه اللي باش تكون موجود، صح الملعبيه باش تعيش التظاهر هذيا على مستوى عالي وعالي جدا، لانه الفنادق النزل معناتها النزل الميادين كاليتي غازون، يعني الحق للامانه عادل باش يكون مونديال سبيسيال. مبروك علينا كعرب، لانه قطر اليوم دوله عربيه وحنا كعرب يكون لنا كل الشرف انه المونديال باش ينجح باذن الله بنسبه 100%. في علاقه بكاس العالم واكيد بمنافسينا، ما يحدث اكيد في المنتخب الفرنسي يهمنا من قريب ومن بعيد. هل تقضي نرجسية مبابي؟ أكيد مبابي قاعد عامل برشا حسن لمات في فرنسا في البي اس جي في المنتخب الفرنسي، في علاقة بالسبونسور نتاعو، يتصور ما يتصورش، أيضا في علاقة مع البي اس جي باش يخرج باش يقعد، ما حقيقة انتقاله لريال مدريد، أكد كذب بوه داخل في الحكاية، يعني برشا كلام وبرشا حكايات مع الإصابات مع كل هذه الأجواء. إذا هل تقضي نرجسية مبابي على طموحات منتخب الديوك الفرنسية في رحلة الدفاع عن اللقب؟ عصام الزناوي، مهدي الحفصي في هذا التقرير. مع اقتراب انطلاق كأس العالم يكثر الحديث عن الحوافز المادية الكبيرة المرصودة إما للتنظيم أو الجامعات الدول المشاركة وكذلك اللاعبين المشاركين في المونديال. كرد جميل للفرق المحلية اللي كونت وحاضرة الملعبية لتمثيل بلدانهم في العرس العالمي، قررت الفيفا إسناد منحة لكل لاعب 32 مليون على كل نهار يعديه مع منتخب بلاده. المنح
هذه ما وقفتش عند اللاعبين فحسب، بل حتى انها قررت تخصيص ما يقارب 209 مليون دولار، اي مبلغ يتجاوز 680 مليون دينار، مبلغ مالي من طرف صندوق برامج مزايا الانديه. هذه مش اول نسخه الفيفا تشجع ماديا الانديه المتاهله لكاس العالم. سنه 2010 في افريقيا دو سود دفع الاتحاد الدولي 40 مليون دولار للانديه. وفي نسخة روسيا 2018 وزعت الفيفا فوق 680 مليون دينار على 400 فريق في 63 دولة في العالم. دوك طلب تقرير، عدى تقرير آخر، ذيك هي الظروف المباشر من حملية خاصة. إذا قلنا في انتظار النوادي اللي عنده لاعبين يشاركوا في كأس العالم، كان تقرير غاية ليلي ومهدي الحفصي. تحدثت أيضا على المنح اللي تخوها الاتحادات الكروية، أيضا حتى نوادي معنية بهذه المنح، وكل فريق يتمنى يكون عنده أكثر من لاعب في المنتخب التونسي او غيره من المنتخبات المشاركه في كاس العالم. نبدا معك انس. علاش الفتره الاخيره عاد لقيت ضغط كبير وكل الناس الكل ما تعادي جدا الانتماء للمنتخب يبقى حلم مشروع لكل لاعب. لكل لاعب. لكن الافضليه تكون للاعب اللي قاعد جاهز اللي يلعب واللي عنده الامكانيه انه باش ينجح، والقرار الاخير للمدرب اللي يتحمل ايضا مسؤوليه خياراته واختياراته. تفضل. مش بتخش في التفاصيل. لا مش بتخش في التفاصيل عادل، خاطر بالنسبه لنا ما التفاصيل ما تهمنيش، لكن اللي يهمني هو اليوم مهم انه اليوم بعض الجماهير انها تدافع على بعض اللاعبين نتاعها، وهذا حق مشروع انه كل لاعب باش يمثل النادي نتاعو، وانه النادي نتاعو حتى كان تعرف في قرارات نفسها انه معناها العاطفه قاعده تحكم اكثر من المنطق، واليوم اذا باش يحلوها سوق الدلال وكل واحد يدافع على اللاعب نتاعه وكل واحد يدافع على هذا العنصر او ذاك، ما عادش باش نخرجوا منها. دونك نحكيو على المنتخب. اي نحكيو على المنتخب. دونك الافضليه والافضليه في الوجود وفي التواجد وفي الذهاب للدوحه، لكن قبل الدوحه السعوديه المتربص هي الافضل، هي اللي من هو افضل استعداد. احنا نحكيو على ما اختلفت يعني الاسماء اكيد والمعطيات. مهم عادل، ونحكيو على الوطنيه ونحكيو على نجاح منتخبنا مهما يكون. انا ما نصورش اني عندي البلبولي ولا دحمان ولا اكس ولا ايغريك باش يهزني القدام ولا يهز المنتخب ونقول لا مستحيل، ولا عندي مهاجم يسجل لي اهداف ضد منتخب ديوك وانا مخنوق هنا ونستنى في شكون باش ينافسني ونقول لا. اكيد هي تراوش هذا يمثل ضغط على الاطار الفني قبل ايام قليله من طبعا اختيار القائمة النهائية اللي باش تكون موجودة في كأس العالم. وهذا عادل باش نرجع لك عليه، لأنه بعض اللاعبين من الأمانة معناتها باش نكون بدون ما نسميهمش حتى نعملوش دعاية لأي لاعب. عادل نعرف كل كلمة باش نجم نقول. اليوم كل إنسان عنده جواره في جيبه، هذا مش معقول. أنا نحكي على منتخب، أنا اليوم ننتمي للملعب التونسي، الناس الكل تعرف الانتماء نتاعي، عمري في بلاتو ما سميت ملاعب من الملعب التونسي، خاطر نعرف في الوقت الحالي ما ثماش ملاعب يستحق انه زي المنتخب خاصه في الفتره هذه. نحكيو على منتخب، نحكيو غدوه على 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 دراب وعلى شعار على ذكر الملعب التونسي. تحيه موضوع المساكني متواصل معنا، وطبعا يوسف اللي هدا تجهيزات رياضيه لفريق البقلاوه فريق الملعب التونسي، اعترافا بجميل هذا الفريق لهذا الثنائي الوالد والابن في علاقه. تحيه ليوسف ولمنذر على تفاعلهم وعلى دعمهم للبقلاوه. يلا نرجع الموضوع الاهم اللي يهمنا، اللي هو اليوم نحكيه على مصلحه منتخب. اليوم كي نحكيه على 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 لاعبين نوعا ما في الفتره الحاليه انه ينجح ما ينجحش عادل، هو راي فني ما نجموش نختلفوا فيه، تنجم نقدني تنجم نكون ايجابي سلبي مع ضد، لكن اليوم الجماهير تغاط واللاعبين والمحللين والناس الكل تدافع على مصلحه النوادي نتاعهم. حتى كان الملاعب في الوقت الحالي عادل ما يستحقش المنتخب الرافي برشا سند لبرشا ملاعبيه، حد ما ينجم يقول على ملاعبي تونسي باش يهزنا القدام. احنا في دوله، احنا كنا درابو تونس وشعار واحد هي تونس، يعني الور ان شاء الله سي جلال القادري يحكم الاختيار ويكون عنده شخصيه كبيره باش يختار الرجل المناسب في المكان المناسب. حسين في نفس النقطه في نفس الاطار. هو عادل من حق كل واحد سواء جمهور سواء صحافي سواء مواقع التواصل الاجتماعي انه يعطي رايه وانه يحب ولد جمعيته يكون في المونديال. على جنب قداش باش يصور النادي فلوس، لانه النوادي تحب ترى اللاعبين نتاعها في كاس العالم او في المنتخب الوطني، وهذا عادي ومن حقه. لكن
الإطار الفني اللي يحترم روحه واللي عنده شخصية واللي عنده ثقة في روحه في اختياراته ما يغزرش الحياة هذوم الكل. خلي الجمهور والمحللين والصحفيين والصفحات يكتبوا اللي يحبوا هما، وهذا حق. ما تنجمش أنت تحجر على حتى واحد باش يعطي رأيه. لكن الإطار الفني عنده 3 أو 4 حراس، عنده 10 مدافعين، عنده 12 وسط ميدان، عنده 7 مهاجمين، عنده اللي هو عندك عدد تختار بالخصال بالجاهزية شكون النجم نلقاه، شكون يكون باهي في المجموعة. لأنه عادل راهو بعض الأحيان في كيم ناسيونال راهو الخيارات مش فقط على المستوى الفني أو البدني أو التكتيكي. شنو دورك في المجموعة؟ فرنسا 98 2 أفضل لاعبين في فرنسا في الوقت هذاك اللي طاغين على الكل، جينولا وكونتونا نحاهم ميجاكي على خاطر قال لك ممكن يبلبزوا لي المجموعة وفاز بكأس العالم بجيفارش وبديوميد بلاعبين عاديين. اليوم الإطار الفني وقت اللي يختار مجموعة فنيا تكتيكيا بدنيا عندك نسق مباريات، لكن كذلك باش تعمل مجموعة كاملة عندك 14 ولا 15 ولا 16 باش يلعبوا وعندك 6 ولا 7 أخرين يلزموا يكونوا إيجابيين في المجموعة ما يبلبزوا ليش المجموعة. لذلك نخليوا الإطار الفني يخدم، خلي الناس تتكلم على روحها ومن حقه، ما نقولوش علاش هذا يقول وعلاش هذا يقول، لكن الإطار الفني هو باش يعمل الخيارات نتاعو في الأخير. مجدي، مواقع التواصل الاجتماعي ولات تأثر بشكل مباشر على القرارات نتاع رؤساء الأندية، يبدو على رؤساء الأندية وحتى المدربين، وشفنا في أكثر من مناسبة المدربين يتأثروا أيضا باللاعبين داخل هذا انتدب هذا وغيره، وهذا واقع معيش اليوم. يبدو أن العدوى انتقلت المنتخب اليوم، ولا كل واحد وتشكيلته، كل واحد واللاعب نتاعه اللي يحبه موجود، وشوفوا حملات وحتى الديباج سبونسوريزي باش يدعم هذا اللاعب أو ذاك. كيفاش تنظر المسألة هذه قبل أيام قليلة وقبل شهر بالتمام والكمال من انطلاق كأس العالم؟ شوف مالوريزمون معناتها كي نوصلوا معناتها نحكيو اللي مواقع التواصل الاجتماعي باش يأثروا في تنحيط مدرب ولا ملاعبي ولا نيمبورت كيل بوست معناتها في الفريق، أنا نتأسف برشا كي نوصلوا للحالة هذه. هذه حاجة باش نحكيو على المنتخب. شوف الفرق الكل تحب تكون عندها ملاعبية في المنتخب، وسيرتو رؤساء النوادي، لأنه تعرف عاد أنت أي لاعب يشارك في الكوب دو موند فما عائدات مالية كبيرة. دونك بالنسبة ليهم باش يحب يوصلوا بأي طريقة للمنتخب باش يستفاد ماليا، يعني نقول شوف وحتى على حساب معناتها ملاعبية آخرين باش يكونوا خير منهم. دونك باش يعملوا كل شيء باش يوصلوا اللاعب نتاعهم باش هو يستفاد ماديا، سيرتو الفرق نتاعنا معناتها الأكثرية تعبين ماديا. أني نقول مالوريزمون زادا اللي ما نشوفوا برشا ملاعبيه من الشامبيونات تاع تونس. دونك باستثناء الحراس نتصور باش نشوفوا زوز ولا 3 ملاعبيه كهو. دونك بالنسبه للمنتخب ان شاء الله الافضل هو اللي يكون موجود. وان شاء الله خاطر شوف راه العدل باهي برشا ومهم برشا في الكره. العدل اساس العمران في علاقه باختيار التشكيله او باختيار المجموعه اللي باش تكون موجوده في الدوحه قطر 2022 كأس العالم، فاش توقع يعني تعامل المدرب مع ما يقال وما ينشر ومع هذا الوضع اللي قاعدين عايشينه يؤثر سلبا او ايجابا؟ المدرب اكيد نتصور بنسبه 90-95% بعد تاكد لنا او ينفينا نزار عنده المجموعه في مخه، ما نتصورش كان بين عشيه وضحاها باش يسكر الموضوع. انا نعتقد الساعه قبل كل شيء جلال القادري يلزمه ياخذ اختياراته ويمشي لاختياراته بدون النظر الى هذه الطلبات او الى هذه المطالبات بضم هذا اللاعب وذاك. الكلمه السر في الحكايه هي الجاهزيه وهي اللاعب اللي يقدر يعطي الاضافه للمنتخب. انا ربما بكل الوطنيه التي تسكنني نحمد ربي اللي خسرنا ضد البرازيل. نحمد ربي اللي خسرنا ضد البرازيل، لانه لو كسبنا البرازيل لكنا اليوم مبمبيو كالعاده، واحنا ناس عاطفيين جدا وناس يعني مجرد ربع انجاز يولي عنا فريق احلام وسيذهب الى كاس العالم وسيحقق الدور الثاني. انه نكون ركزين واقدامنا في الارض مهم جدا. البرازيل درس كان لابد منه. قبل البرازيل كان فما فتح جلال القادري، بعد البرازيل أصبح جلال القادري آخر. قبل البرازيل كانوا لاعبين، بعد البرازيل أصبحوا لاعبين آخرين.
أحمد الله لخسارتنا أمام البرازيل بكل الوطنية التي تسكنني، لأنه خسارتنا أمام البرازيل هي مش تجعلنا نقدم الأفضل ونبعد على الحسابات اللي ملهاش معنا في المنتخب التونسي. هذا ما نتمناه. نزار، قل لكم الصراحة ما نحبش نكون قاسي على المنتخب، خاطر في الوقت هذا يجب الناس كل من المنتخب. شكون ريتو قاسي على المنتخب؟ بصراحة الناس كل عندهم حق باش يتكلموا على المنتخب. شكون ريتو قاسي على المنتخب؟ الناس الكل عندهم مش يعطيوا النظرة نتاعهم في الفيسبوك ولا يا سي نزار خلينا نكمل. لا لا ترمينا الكرة كيما هكا وتقول نكمل. شكون ريتو قاسي على المنتخب؟ سمينا. أنا كلامي مش يكون مشفر، ماهيش باش ندخل في الجزئيات، خاطر أنا مدرب مدرب المنتخب. نقول بكل صراحة وصل الوقت اللي الإطار الفني كجلال القادي وكمجموعة يزموا يعرفوا ياخذوا مسؤولياتهم ويمشيوا يلعبوا المباريات نتاعهم بقدر الاستطاعة بالإمكانيات اللي يلزمهم يلعبوا بها. حان الوقت ما يزينا من التجرب، يزينا من خمه في المستقبل. طبعا عندنا كوب دي مونت، حضروا كوب دي مونت نلعبوا كوب دي مونت، بعد كوب دي مونت ثم كلام آخر. اما توا اكتوالمون عندنا كوب دي مونت قدامنا لازم نكونوا مركزين عليه، وعلى خاطر باش يتحاسب الإطار الفني يتحاسب. ما عندكش باش تحاسب لا جمعية قالت ولا واحد نصح ولا ما نصحش، راك انت كجلال وكإطار فني مش تحاسب. دونك اوتوماتيكمون اخدموا للكيب ناسيونال، اعملوا ليفيكتيف اللي يصلح بكم انتوما، اللي انتوما بعد باش تعطونا لو روندمون تاعك. الروندمون تاعك هذايا اللي حاجتنا بيه. صحيح ما نقولكش انا يلزمك تترشح دوزيام تور، ولكن تعطي المردود الايجابي للكيب ناسيونال في الماتش وقت نتاعك الكل. ما تجيش انت تقول لي قاعد نختار ولا قاعد نجرب ولا خاطر ثم امكانيه كبيره ياسر في السعوديه، ثم امكانيه وعندي افكار وعندي معلومات. مازلنا ما لقيناش ماتش اميكال في السعوديه، مازال ما ثماش، ولكن بالتحضيرات نتاعنا نجموا نحضروا الكوب دي موند، على خاطر ماهيش صعيبه وماهيش سهله، وميم طون النتيجه تجي حسب الخدمه اللي تخدموها. قبنتيني. شوف انا ديما واقعي وفما حقيقه تقال، احنا اليوم عندنا منتخب متوسط، معناها فيه مجموعه عندنا فيها هذيك الروح نتاع المجموعه موجوده، ونشوفوا حتى المدربين تقريبا تعاقبوا على المنتخب، تقريبا الوسطين نتاع المنتخب ما تبدلتش. ثلاثة أربعة جدد من تقريبا العمود الفقري موجود المنتخب. اليوم راه المنتخب في فان دو سيكلي عاد. لازمنا نشوفوا بعد الكوب دي مونت، نشوفوا برشا من اللاعبين. خلينا نحكيوا على الكوب دي مونت عاد، نشوفوا بعد الكوب دي مونت، خلينا نحكيوا على الكوب دي مونت. بعد الكوب دي مونت معناتها نحكي لك المنتخب لازم نغزو للحاضر للمستقبل، هذا أهم حاجة. بالنسبة للمنتخب ما لازمش نكونوا نعطيوا أوهام كبيرة للناس ونغالطوا الناس، لازمنا نقفوا على الحقيقة. منتخبنا معناها داخل في مجموعة صعيبة برشا. معناها هو ممكن مش مترشح، معناها في فكر الناس ليس بالمترشح. شنو هو اللي باش يصير اذا فما هذيك الروح وفما معناتها الناس تلعب بهذاك الانتماء ويبدا الجو خارق العاده؟ نجموا نحاولوا باش نعملوا حاجه اللي ما يخيبوش الشعب التونسي، لكن نقف على حاجه اللي هي مفصليه. المنتخب نتاعنا ما لازموش نتوهموا برشا ونعطيو برشا اوهام للشعب التونسي. كلمه واحده باش نتفاعل مع المجيد، كلمه واحده، خاطر ديما نسمعوها هذه، كان باش نوصلوا بالروح والانتماء. راهو كل المنتخبات اللي بتلعب في المونديال عندها روح وانتماء لاولادها، راهو هذايا العب بالقلب وبالروح بالكل، كل واحد عنده قلب وعنده منتخب. اليوم باش تنجم تقارحهم وتطمح انك تترشح، ثم امور فنيه وامور تكتيكيه وامور استراتيجيه تلعب الروح والانتماء ما ينفعش وحده. سمعت ما جاش قال قال راهو المونديال يتطلب مجهود كبير ومجهود اضافي. اي مش حكايه روح وانتماء، الروح والانتماء عند الناس الكل. المجهود الاضافي تاع المنتخب يجم في لجور جي نهار الماتش، اذا يطلع الفوق يجم نقارعوا اي منتخب. معناها هذا الامور شنو رانا قدام سامحني، قدام فرنسا والدنمارك واستراليا، رانا ما نجموش نكون مترشحين معناها 100%. هذا علاش يلزمنا نكونوا واقعيين. نختم النقطه هذه بسرعه بسرعه. فيصل واديس، كي تعمل اخطاء في التشكيله، كي تعمل اخطاء في ملعبي موش بيرفورمون وتحطه، كي تعمل اخطاء زاده في الرسم التكتيكي نتاعك وعدم قراءتك للمنافسين تاعك، لا روح لا انتماء في كاش كيما صار في ماتش البرازيل. حاجه كمل بها، ما تقعدش تبدل من ماتش لماتش. واضح، هذيك اهم. فيصل نختم معك بسرعه. مش نحكي على المحور اللي حكيته انت والموضوع اللي حكيته انت. الضغط
نتاع وسائل التواصل الاجتماعي والجماهير والاعلام وما الى ذلك. ما فماش بلاد في الكوره ما فيهاش ضغط، واللي ما يستحملش الضغط لا يلعب كوره ولا ولا يتحمل مسؤوليه، ولذلك امور عاديه. المنتخب يخدم على روحه، ربي وجهه خير، واحنا كنا وراه. واضح هذا هو المطلوب. نرجع لتقرير مبابي حاضر الان. اكيد نرجسيه مبابي، هل تقضي على احلام الفرنسيين قبل كأس العالم في رحلة الدفاع عن كأس العالم؟ أكيد فاز بها فرنسا المرة الثانية في تاريخها، وكان ذلك في روسيا 2018. عصام زيناوي في هذا التقرير. هي أسابيع قليلة تفصلنا عن ضربة البداية لمونديال قطر، والأحداث تتسارع في فرنسا، كيليان مبابي والمشاكل قصة لا تنتهي. نجم فرنسا الأول هو الاسم الأكثر تداولا على الساحة العالمية في الآونة الأخيرة. La star Kylian Mbappé refuse de participer à la séance photo avec les Bleus. مبابي يقاطع جلسات التصوير مع المنتخب ويرفض بعض الرعاة. يتحدى الجميع بما فيهم الاتحاد الفرنسي للعب، ويعقد الوضعية الشيء اللي خلى وزارة الرياضة تدخل على الخط لتطويق الأزمة. عديد الوسائل الإعلامية الفرنسية والعالمية تؤكد أيضا أن كواليس الديوك ليست على ما يرام. Énorme actualité du jour. Franchement, personne ne l'a vu venir. C'est l'envie de départ de Kylian Mbappé. On sentait bien depuis quelques semaines. آخر المشاكل اللي تفات على السطح هذه الأيام تؤكد أن مبابي غير سعيد تواجده في البي إس جي ويخير المغادرة. اللاعب حسب التسريبات غير راضي على طريقة توظيفه في الملعب من قبل المدرب، إضافة إلى بعض المشاكل مع عدة أسماء في مقدمتها نيمار. ردا على هذه التسريبات، مبابي يصرح مؤخرا بأنه مرتاح في الفريق الباريسي وسيواصل المشوار. صحيح فنيا لا أحد ينكر قيمة كيليان مبابي في الميدان، لكن الغرور والنرجسية المفرطة لكأم توتر الأجواء داخل البيت الفرنسي، وقد تقضي على طموحات الديوك الفرنسية. طبعا مبابي حديث وسائل الاعلام العالميه وخاصه الفرنسيه بعد التطورات الاخيره، بعد الاحداث الاخيره اليوم مركز زبونت، ولكن هل هي زوبعه في فنجان؟ بالفعل فما مشكله اليوم في البي اس جي، وايضا في علاقه مبابي بالاتحاد الفرنسي ومن خلاله بالمنتخب الفرنسي. عاد ثم مشاكل ما لازمش نخبيو، انه مبابي ما عندناش علاش نخبيو، كان فما مشاكل لازم نحكيو عليها. شيء خاطر فرنسا بالعكس يعني فرنسا نعرفوا ان مبابي عنده مشاكل في باريس خاصه توا، وخاصه في منتخب الديوك، يعني في المنتخب الوطني نحكيو على مصلحه وطنيه. عادل رفض انه يعمل الصور، يعني اليوم كل شيء مادي بالنسبه لمبابي، نحكيو على مصلحه وطنيه، نحكيو على منتخب. زاد اليوم في تصريح روتين ملاعب يقبل لعب في موناكو ولعب في المنتخب، روتين اللي قال مبابي حاسم اكثر من بنزيما، بنزيما عاود رجع عليه باش ياكد العمق نتاع المشاكل في داخل المنتخب، وخاصه مبابي مع البي اس جي اللي نعرفوا مبابي رفض احسن نادي في العالم، رفض القطار نتاع الريال، وقف له مرتين عادل ورفضوا. اليوم يذولي ثم ندم بغض النظر على المبالغ الكبيره اللي تحصل عليها البي اس جي، على الارقام الكبيره اللي موجوده في العقد نتاعو، لكن مبابي غير سعيد في وجودنا نيمار مبابي مشاكل كبيره، وخاصه في التدريبات انه صار اكت ونيمار رفض انه يتعامل مبابي. يذول اليوم نحكيه على عمق المشاكل في المنتخب وخاصه في باريس، واليوم نعرف ان مبابي حزين في بي اس جي ويحب يغادر بي اس جي في جانفي قادم ان شاء الله. حسام يقول القائل انه او المنطق المتعارف عليه انه فيستير نظيفه فيها سوليداريتي فيها محبه بين الملاعبيه تعطي منتخب او فريق ناجح في جميع المستويات، من خلال هذه المعطيات الكل كيفاش تحكم على الاجواء في المنتخب الفرنسي؟ اكيد هو الاساس عادل، لكن انا صراحه وجهه نظري انه اللي قاعد يتقال على مبابي اكثر منه زوبعه من انه حقيقه. لانه مبابي سئل بعد اخر مباراه قالوا له تحب تمشي لريال مدريد انت غير سعيد، قال لهم هذا الكل وسائل الاعلام، انا عمري لا تكلمت ولا قلت ولا حكيت مع مسؤول. ثانيا اذا كان اللاعب ماهوش سعيد ولا متاثر ولا متقلق
راهو هذا يأثر على أداء في الملعب. الراجل كل ماتش يماركي، يكون حاسب، يجيب في الانتصارات لباريس سان جيرمان. كان حب يختار، كان لاعب ليبر وحر، كان حب يروح يمشي لريال مدريد، راهو مشى وكان مبلغ زاد تاريخي عطاته له ريال مدريد. هو خير يقعد في باريس، خير باش يكون النجم الأول في باريس. الحاجة الوحيدة اللي قلقت امبابي اللي هو وقت اللي جا وقع العقد كانت هناك بعض الوعود من إدارة بي جي، والأهمها اللي هي قلة مبابي، هو الإدارة وعدته أنه سيقع بيع نيمار وسيكون هو النجم الأول. هذه كان الحاجة اللي قلت مبابي. لكن اللي شفناه مبابي مع بي جي كما قلت اليوم ماركا دوبلي، مباراة الأخيرة في الشامبيونز ليج مع المنتخب الفرنسي حاسب، دونك حتى كان عنده مشاكل اللي احنا يخصنا اللي مبابي قاعد حاسم ويعطي في أداء من كل في كل مباراة ومش ظاهر عليه. أنت قلت زوبعة في فنجان، الصحافة الفرنسية هل يمكن أن تخلق أزمة لبي اس جي ولمنتخبها قبل شهر من المونديال فيصل؟ والله ممكن عادل، يعني التاريخ يثبت أنه مثلا في 2010 في عهد المدرب دومينيك معناه المنتخب كان من أحسن المنتخبات، لكن مشاكل بين بعض اللاعبين جعلت المنتخب خارج الحسابات. اليوم راهو الأمور في الكرة أحيانا بعض التفاصيل الصغيرة قد تخرجك نهائيا من مسابقة ومن طريق البحث عن اللقب. أنا نحب نحكي على مبابي شوية. مبابي نوعا ما استثناء في هذا الوقت، لأنه 19 سنة يلقى روحه بطل العالم، لأنه معناها عقده في باريس سان جيرمان والأريحية المالية التي منحت له حاجة استثنائية ما صارتش. لقى روحه زاد رئيس الجمهورية فيصل إيه؟ مسيرش رئيس الجمهورية كلمه هو اللي أثر عليه وقال له تقعد في باريس، مش رئيس الجمهورية يتدخل في لاعب كرة قدم. هذا يعتبر توظيف سياسي يعني في الرياضة كان عملها رئيس الجمهورية. الكرة كل سياسة رايحة الكرة كل سياسة. الفيفا أكبر هذا حكومة هذا ولا العالم. معلن يعني اليوم معلن الشيء ولا بالمكشوف؟ أي معلن بطبيعة الحال. أنا نحب نقول اللي مبابي ربما زاد الهيلمان الكبير المالي اللي هو فيه اليوم ما شاء الله عليه ورب يزيده، هو ربما اللي نوعا ما أحيانا يجعل هذا اللاعب يخرج علينا خرجات اللي تأثر على فريقه وعلى المنتخب ويلزمه يركز أكثر، واللونتوراج متاعه خاصة وكيل أعماله والده يلزم تعامل آخر مع مبابي باش يركز أكثر ويمشي في طريقه، وهو لاعب استثنائي بكل صراحة. واضح اليوم ضد أجاكسيو أكيد ليلة كبيرة بين ميسي ومبابي، الهدف الأولاني مبابي بعد أسيست من ميسي، الهدف الثاني ميسي بعد أسيست من مبابي، والثالث من مبابي أكيد بعد أسيست من ميسي. يعني الثنائي اللي قاعد يقدم في عروض كروية كبيرة، لكن هل هذا يكفي للبي اس جي للبحث عن ربيعة الأبطال؟ حلم الباريزيين وحلم من لفهم وأكيد عشاق الكرة الباريزية صح التعبير. شوف يظل اللي حكيت على ميسي، بالنسبة لي نحكي على رأيي الشخصي، دي أحسن لاعب في تاريخ الكرة، هذا رأيي الشخصي يهمني يعني بيانسفير عادل. ميسي؟ أي ميسي يعني. قد ياسر الناس ما يوافقوكش راهو. يعني نحكي على رأيي الشخصي. دونك صحيح هذاك على ديجا كلامي واضح. خطر اللي قبله نسى الناس في الكورة اسمه مارادونا زد. يمكن في العهد القديم يمكن. نعم. ما نوافقش من رأيه وهو محترم. يلا كمل. ميسي في أفضل حالاته. تشوفوه معناتها براتيكمو الاهداف نتاع مبابي كل ديزاسيست مع ميسي. حاجه واحده بربي عادل على مبابي، نقول لي شوف الملاعبيه اللي في الليفل هذاك ما يدخلوش البيرسونيل في الحكايه هذيا. شفنا كل يخدم على روحه صحيح، شفنا كل معناتها كل ما استحقته فرنسا لقاته، شفناه في عمر 18 عام الشخصيه اللي يلعب بها نتاع ملاعبي تقول عمره 30 عام للماتيوريتي والاكسبيرونس اللي عنده. ما نتصورش كان مبابي كما قلت لك يدخل في حكايه كيما هكا. ومبابي بالنسبه ليا باش نلقاه كونتر تونس في افضل حالاته، ومبابي خمس سنين القدام باش يكون احسن جوج في العالم. اكيد وكاس العالم باش يكون مناسبه اي لاعب باش يبرز انه الافضل والاحسن، باش ياكد يعني هذا الصيت الكبير اللي يلقاه على المستوى الجماهيري على المستوى الاعلامي. وطبيعي جدا وقت اللي تحكي على نجوم كيما هكا لابد من الصحافه الفرنسيه تبحث على العله وبنت العله كيما يقولوا كابتن. والله مش بقول لك انا مبابي هو الطفل المدلل لكره القدم العالميه.
حاليا في الفترة الأخيرة وهو في أوج العطاء نتاعو. بطبيعة الحال وقت يدير الطفل المدلل وهو في أوج العطاء نتاعو طلباته نوعا ما تقلق شوية، معناتها تقلق سواء خرجات نتاعو في باريس سان جيرمان ولا في ولا مع المنتخب بالذات. ولكن أهم حاجة اللي احنا تمنا اللي المنتخب كما قلت أنت الفستير نتاع المنتخب معناتها متأثر برشا بالحكاية هذه، وبالأخص بالأخص مع غيابات اللاعبين المصابين نتاع المنتخب الفرنسي اللي قائمة كبيرة بطبيعة الحال، زوز وسط متأخرين نتاع المنتخب كسوة بوكبا ولا وبالأخص الأساسيين بوكبا وكونتي اللي رجع يترنى ينجم يرجع، واليوم علموا على الحارس نتاع ميلان نفس الشيء مش بشكون حاضر، معناتها بطبيعة الحال هذه الإشكالية. والإشكالية الكبيرة الموجودة اللي الناس كل بزات ما تكلمتش عليها ومش نتكلم عليها على خاطر اللاعبين يحبوا ياسر جيرو، ونفس الوقت بنزيما هو ما اخو البالون دور دونك يسموه صحيح، ولكن اللاعبين اللاعبين واللاعبين يميلوا لجيرو ما نحكيش كلهم مع بعض. اشكاليات مع اشكاليات مع كريم بنزيما معناتها برشا مشاكل في الفيستير. ان شاء الله ان شاء الله هذا يرجع بالمصلحه للمنتخب، ولو اني لا اعول كثيرا على هذا الامر. منتخب فرنسي منتخب عتيد منتخب كبير مهما اختلفت يعني الاراء بخصوص ما يحدث في الكواليس والمشاكل، يبقى واحد من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم. فأحنا بتبعتنا نحترمهم ونزدوهم باحتراما في ظل وجود ما يقال أو ما يشاع على أنه مشاكل، لكن المشاكل قاعد يعيش فيها رونالدو اليوم والنهاية يبدو غير طبيعية للاعب أعطى الكثير كرة قدم العالمية، أبهر العالم بمردوده بأهدافه بمستواه. هل هي بداية النهاية للدون؟ عصام الزناوي في هذا التقرير. هل انتهى عصر رونالدو؟ هذا هو السؤال المطروح في الساعات الأخيرة. النجم البرتغالي يعيش أصعب أيام مسيرته الرياضية بعد سنوات من الأرقام القياسية والألقاب الشخصية والجماعية اللي حصدها أينما حل. في مواجهة مانشستر يونايتد الأخير ضد توتنهام، رونالدو يغادر الملعب قبل نهاية المواجهة بدقائق بعد ما تأكد أنه لن يلعب ما تبقى من عمر المواجهة. لقطة أكدت أن الدون غير مرتاح في مانشستر وأن علاقته مع المدرب تين هانغ ليست على ما يرى. بعد الحادثة رونالدو يظهر عبر الانستغرام ويهبط استاتيو طويلة يقول فيها كما فعلت طوال مسيرة، أحاول دائما أن أعيش وألعب باحترام تجاه زملائي وخصمي ومدرب، هذا لم يتغير، أنا نفس الشخص والمحترف الذي كنت عليه طوال 20 عام ألعب كرة قدم على مستوى عال. وينهي كلامه في الوقت الحالي يجب علي مواصلة العمل ودعم زملائي والاستعداد لكل شيء، الاستسلام ليس خيارا بالنسبة لي ولن يكون طوال المسيرة. رسالة مؤثرة تؤكد الحالة اللي وصل لها رونالدو. الحادثة لم تمر مرور الكرام داخل بيت مانشستر يونايتد، إدارة الفريق تعاقب النجم البرتغالي بالتدرب مع فريق تحت 21 سنة إضافة إلى تغريمه بمبلغ 720 ألف باوند ولن يكون في قائمة الفريق الأول لمواجهة تشيلسي. هنا الأمور زادت تعقيد. القصة بين الدون ومانشستر انطلقت منذ مدة في فترة التحضيرات للموسم الحالي، رونالدو رفض استئناف التمارين ويريد المغادرة، الفريق متمسك به ومدرب جديد يحل بمانشستر بتوجه جديد، يبدو أنه لا يعطي اهتمام كبير لصاروخ مادير لتكون مقاعد البدلاء مكانا دائما لرونالدو ويقتصر حضوره في المباريات على بعض الدقائق. نجم عالمي بتاريخ كبير صال وجال في كل الملاعب الأوروبية، مثال يحتذى به في العزيز، لكن هل حانت لحظة الاعتزال لحفظ الكرامة أم لرونالدو رأي آخر وهو المتعود على التحدي؟ طبعا رونالدو اللي قلت أبهر الجميع بأهدافه أكيد بإنجازاته
بالكرات الذهبية اللي فاز بها، بالألقاب اللي تحصل عليها، بالفرق اللي لعب بها ولعب فيها، أكيد نهاية يبدو غير طبيعية أو بداية النهاية. هل هي بداية النهاية عند مجيد قباطيني؟ اليوم يقع معاقبته، تقع معاقبته وإنزاله للفريق تحت 21 سنة كعقوبة، هل تعتبر إهانة لرونالدو؟ وهل هي بالفعل بداية النهاية لهذا اللاعب الكبير؟ هو كي نبداو احنا الحديث على رونالدو معناها نجم عالمي، معناها فماش واحد يطول الحديث، مش نتكلموا على ملاعب كيما رونالدو، فماش واحد ما يحبوش، الناس كل تحبه وتحب تشاهده وتشوف اهدافه والفرحه وقت ومثالي ايضا الى اقصى حد. وحاجه هامه في الفيستير، محبوب برشا كما كان في الريال، حتى في مانشستر الناس كل تقدره وتحبه وتحترمه، وهو نفس الشيء يحترم الجميع. معناها لاعب مثالي، ماش معناتها يحس روحه اللي هو منفوخ على الملعب. التصرف نتاعو هل كان يستدعي كل هذا رد الفعل يعني من اداره النادي؟ تصرف طبيعي. ليش؟ هو في الصيف عبر رغبته يحب يغادر مانشستر لان الفريق ما يشاركش في الشامبيونز ليج، والهدف نتاعو يحب يلعب شامبيونز ليج، لكن الاطار الفني إريك تان هاج معناتها اشد على ان يواصل مع الاداره، ما قامش بالتحضيرات، معناها الفورمه نتاعو ما كانش من البدايه، لكن شفناه في بعض الماتشات تقريبا المدرب ما احترموش. معناها انت كي تحط رونالدو وتهبطوا في ربع ساعه الاخرانيه، اهانه لتاريخ رونالدو واسمه. وشفنا معناتها رونالدو كل ما يهبط ديما عنده الرغبه يحب يسجل، مازال عنده طموحات وعملها وتسجل 21 هدف في مانشستر وكان من افضل اللاعبين. يعني فما تحس برد فير ما بينه وما بين المدرب، المدرب الفريق نتاعو قاعد يربح بدون رونالدو، هذا ممكن يشفع على المدرب. كل مدرب معناه يخاف على نجوميته ونجوميه رونالدو، معناه اي مدرب ما عادش يظهر، معناه اي لاعب ما عادش يظهر وقت يكون رونالدو موجود في فريق ما. صحيح، هو مقابله ليفربول ومانشستر وقت ليفربول اللي رابحه سته، هنا احترم رونالدو ما حبش ينزله، لان مش معقول باش يهبط اسطوره في مقابله فريقه خسر سته. واضح. نزار كيفاش تشوف المساله، وهل بالفعل تقر انه بدايه النهايه؟ اكيد لكل بدايه نهايه، لكن النهايه على هذه الطريقه للاعب في قيمه رونالدو اعتقد ما تليقش بصراحه. هي قبل كل شيء حسره كبيره، معناتها بتشوف ملاعب كي من هكا يتعاملوا معاه بالطريقه هذه، نقول بصراحه هي بدايه نهايه نتاع رونالدو. في نفس الوقت هو زاد هو مسؤول، معناتها هو ما عرفش كيفاش يكمل الكاريره نتاعو، يلزمو يكملها اون بوتي. بالاول العام اللي قال ما يلعبش فيه في دولار، نهار كل يلعبوا ربع ساعه الاخرى اربع دراج الاخرانيين، معناتها ثم اهانه كبيره ياسر رونالدو كي الجوار مش حاضر. لكن ما يلزمنا نقروا زاد رونالدو سنه او رونالدو عمناول وسنه، مش رونالدو نتاع خمسه سته سنين التالي في الرياض. هذاك علاش قلت لك وقت يلزمو يعرف، ثم وقتاش الجوار يلزمو يعرف يوقف الكاريير نتاعو يخرج اون بوتي، معناتها ماهيش رونالدو ماهوش لاعب كيما اللاعبين الكل اللي يلزمو يكمل كاريير لو ماكسيموم بوسيبل، لا معناتها وصل للسمام دونك يلزمو يخرج، ومعناتها من الباب الكبير. فيصل، رونالدو هذا الاسم الكبير اللي الناس كانت تسافر باش تتفرج في مقابلاته مع البرتغال ومع الريال، اليوم يلقى روحه معاقب ويلعب او يتدرب مع الفريق الثاني صح التعبير، او تحت سن 21 سنه. نعم. شنو نجم نفهم من خلال هذا القرار؟ وهل يستجيب رونالدو يعني لهذا القرار ام هي بدايه النهايه؟ نجم نفهم الساعه سياسه نادي اسمه مانشستر يونايتد ما يكبر في عينه حد اذا مش جاهز ولا اذا يرتكب خطا، وفريقي يخمم في المستقبل اكثر ما يخمم في اللي مضى وفات. الباب الخلفي اللي اليوم رووه كانه ينادي لرونالدو في مانشستر يونايتد راهو موجود في كره القدم، وامثله كثيره خرجت من الباب الخلفي لمسيرتها بدون يعني ذاك الخروج المشرف. اليوم انا نعتقد انه رونالدو اسد جريح، واسد جريح والباب الوحيد للخروج من الباب الكبير يبقى المونديال، يبقى امام غانا والاوروغواي وكوريا الجنوبيه ومونديال قطر 2022. ولا اشك لحظه واحده باننا سنشاهد اسدا جريحا
يقدم ربما آخر المواعيد الكروية في حياته وفي مسيرته بكل ذلك الانضباط وبكل ذلك العنفوان وبكل تلك التحذيرات والاحترافية متاع لاعب كان دائما في العشرين سنة اللي عشناهم في ريال مدريد، في اليوفنتوس، في بلاد البرتغال، في مانشستر يونايتد، كان مثال للاعب اللي يعمل بدون حساب، يعمل في الميدان ويعمل حتى في بيته. يعني رونالدو من اللاعبين اللي تدرس طريقة عمله ومسيرته وحفاظه على نفسه لجين دو في متاعه، معناها إعداده لنفسه للمواعيد الكروية. أعتقد أنه الباب الكبير ينتظر رونالدو في المونديال، وأنه سيحاول أن يخرج من ذلك الباب حتى لا ينسى الناس ولدا شابا جاء من البرتغال ذات يوم فقيرا أصبح اسمه الجولدن بوي. مجدي، شوف عادل، بالنسبة لي مش مسموح للاعب كما رونالدو باش يقوم بتصرف كما ذاك، ولو أنه في التدوينة متاعه كتب أحيانا تكون هناك لحظات غضب تنالوا منه، تجاه هذه اعتراف منه كان هو غلط. دونك بالنسبة لي مش مسموح كما قلت لك. يعني نقول اللي رونالدو ما عرفش، خاصة الوقت اللي قال الاستسلام ليس خيارا بالنسبة لي. صحيح، عاد شوف، يعني نقول اللي جملة المفتاح اللي رونالدو ما عرفش يختار الفريق اللي كمل فيه مسيرته، لأنه شوف في عمر معين في وقت معين يلزمك تختار فريق اللي باش تلعب فيه وتكمل فيه بوتي، ما تمشيش الفريق كبير كيما مانشستر اللي ماكش ضامن فيه كونك باش تلعب. دونك يعني نقول بداية النهاية الملاعب عظيم في كرة القدم العالمية. حسام، ربما بجسرك بطريقة أخرى، هل خسر رونالدو الريال وقت اللي خرج؟ هل كان قراره صائب وقت اللي تقرر، مش قرر وحده لكن تقرر خروجه من الريال؟ شوف عادل، ممكن عندي رأي مختلف شوية. اللي يتخيل اللي هذه نهاية رونالدو ما يعرفش رونالدو. رونالدو أنا نأكد لك ما زال عنده أقل شيء 5 سنين أخرين في التوب نيفو. 5 سنين رونالدو عمره ما مش يخرج خروج هذا، أول شيء. ثاني شيء، كريستيانو رونالدو رجل كل الأرقام القياسية بكل أنواعها، مستحيل يخرج هكا. غلط غلط، لكن نتفهموه. رو كريستيانو رونالدو اللي وين مشى عمل طول ريكور الموجودين وكل المدربين وكل الجماهير وكل اللاعبين احترموه، يلقى روحه احتياطي المباراة الأولى واحتياطي المباراة الثانية واحتياطي المباراة الثالثة. هنا الخطأ الكبير من تنهاك. شكون إذا كان ما يقدمش الإضافة كيفاش تحبوا يلعبوا؟ خمسة لك أنا إضافة. كريستيانو رونالدو، أنت قلت أخطأ لما اختار مانشستر يونايتد. موسم الفارط كريستيانو رونالدو هو أفضل هداف في مانشستر يونايتد، هو السبب اللي خلى مانشستر يونايتد يوصل للمراتب الأولى. عديد من المباريات كريستيانو رونالدو هو كان الحاسب وجاب 3 نقاط. اليوم مورينيو وزيدان وانشيلوتي وذوم الكل احترموا رونالدو واعطوا قدره. رونالدو قدش مباراة قدك الاحتياط برشا سنة ولا تكلمش عمره بتكلم، لكن يزمك تحترم كريستيانو رونالدو. تعرف اللي عندك أفضل أو من أفضل 3-4 لاعبين في تاريخ الكرة قاعد بحذاك، يزمك تعطيه قدره. اليوم هل ميسي باريس سان جيرمان هو ميسي برشلونة؟ لا، ميسي كان، لكن يقدر في إضافة كبيرة. خمسة لك عادي. لا مجدي، ما غلطوش الناس. ميسي كان يسجل بين 30 و40 هدف كل عام في برشلونة هكا ولا؟ قداش سجل باريس سان جيرمان عمناو؟ عمناو اللي نحكي عليه. خلينا نكمل فكرة. سجل 5-6 ماكسيموم. هل حطوه داخل الاحتياط؟ لا، ما يحطوش لين هاو شوف. صحيت، خاطر المدرب يعرف اللي ميسي يلزم يعطي قدره ويحترمه، حتى كي يحطوا داك الاحتياط يحكي معاه راه هذه المباراه مش نتاعك. اليوم انت لما تجي تنهاك مانشستر يونايتد ترتيبه سيء ونتائجه سيبه، وتحطوا المباراه الاولى احتياط والثانيه احتياط والثالثه احتياط وتخليه واقف يسخن وما تهبطوش، ما احترمش كريستيانو رونالدو، ما كانوش رد فعل واعترف هو. لكن انا ناكد لك اللي كريستيانو رونالدو باش يوري لتنهاك وباش يوري لكل قال كريستيانو رونالدو فيه. تشوف نهاية الموسم نتاعو شنو كريستيانو رونالدو. لما يكون عندك أساطير في فريقك عادل، حتى كي يتيح المستوى نتاعهم تعرف كيفاش تتعامل معهم. تلعبوا في مباراة ينجم يعمل لك الفارق، تحكي معاه في مباراة أخرى ما حبكش تعمل عليه، تحكي معاه كل يوم نشوف نعيط لك أقعد في الدار واليوم مانيش حاجتي بيك. أما مش تحطه عندك الاحتياط ويقف ويسخن وما تغزرلوش، يلزم احترام هذه الأساطير كما يعمل المدربين الكبار كي أنشيلوتي كي مورينيو كي زيدان اللي يحترموا هؤلاء النجوم ويعرفوا قيمتهم. واضح حسام نيس، أحببنا أم كرهنا، لاعب في قيمة رونالدو لابد أن يعامل معاملة مختلفة
لأنه نجم في كل الأحيان وما عندناش برشا في العالم من رونالدو وميسي وطو مبابي بتبيع. وهنا ضحكت على مزدي على الإضافة متاع رونالدو، معناتها النجموش ملياردي في قيمة رونالدو، عنده 5 كرات ذهبية، نحكيو على الإضافة نتاعو. إيه في الوقت من الأوقات عنده كرات، عنده 5، لكن تو ما عادش. يا مجدي يا مجدي لحظة، ما تحكيوش بالانتماء، نحكيو على أنيس. لحظة يلزمنا نحترموا الملاعبية والأساطير، هذوما أساطير. شكون ما نحترموش هو؟ لا كي تقول لي أنت إضافة رونالدو ولا ميسي هذوما يلزمهم يخرجوا من باب الكبير ويتعاملوا معاهم وياخذوا ياخذوا هيبه. وحتى كان يعني مانيش ضد الحكايه هذه، يعني نحكي على روندمون. اسكو روندمون تاع رونالدو تو هو تاع 25؟ على فكره ما نختلفوش، يلا باش نكملوا، يلا بسرعه يلا. حاجه اللي يلزم نعملوا مقارنه، عادل تين هاج عنده 3 القاب، مع 3 القاب كنشوفوهم يذول لي كوب ولا شامبيونات، كي تشوف التيتر تاع رونالدو وتشوف الارقام تاعو نحشم انا. انا رانو تين هاج اليوم ما نحكيوش على ديسبلين وعلى مجموعه، يذول لي اليوم يحب يدخل من التاريخ، يحب يضرب رونالدو باش يلم المجموعه، ضحى برونالدو من اجل الفريق. واليوم نحكم منذ بداية قدوم رونالدو مانشستر يونايتد هناك مشاكل كبيرة وعدم قبول رونالدو من طرف المدرب. ورونالدو عكس اللي يحكيوا فيه الناس كل عادل، كانت عنده 5 خيارات جدية مع أفضل الفرق اللي موجودة في العالم، لكن النادي رفض أنه كريستيانو يتحول أي نادي آخر، وكانت وعود أنه يكون أساسي. أليكس هو اللي أثر عليه باش قعد في مانشستر يونايتد، نجم يكون واضح. وأليكس فيرغسون عادل هو المدرب اللي كارو سيتان هاك هذا شاوروا ولا خذاه من خبرته في التعامل مع النجوم، لأنه تان هاك أصغر من كريستيانو رونالدو. واضح. على كل حال ما زلنا في حاجة لأهداف رونالدو ومراوغات رونالدو وميسي والنجوم هذوما اللي أعطونا برشا كورة وبرشا فرجة وبرشا متعة، وأكيد كأس العالم بيكون فرصة لرونالدو ولبقية النجوم أنه يعطيه كل ما عندهم. أيضا نذكر مرة أخرى بالمسابقة اللي قيمتها 10,000 دينار كاش باش تشارك معنا وتربح 10 ملايين كاش، تبعث سي على رقم 85-840 وجاوب على الأسئلة باش تقوي حظوظك في الربح. إذا سي على 85-840. نختموا مع البطولة أكيد مباراة الأولمبي الباجي والاتحاد المناسيري دون أهداف، مباراة لم ترتقي لمستوى انتظارات الجماهير. مزيد تفاصيل ملك ساسي ولبيب فاطمة في هذا التقرير. بعد خسارة الجولة الثانية الأولمبي الباجي أمام حتمية التدارك في مباراة الجولة الافتتاحية المؤجلة كونتر الاتحاد المنستيري، 3 تغييرات في الخطوط الثلاثة في فورماسيون الجيتوني مقارنة بماتش سليمان. من جهته الاتحاد المنستيري من أجل نتيجة إيجابية على الاكستيريور في أول ظهور ليه في البطولة لتخطي رباعية الأهلي في الشامبيونز ليج مصالحة أنصاره. زوز تشكيلات ذات صبغة هجومية، الحنشي وآية مالك وبوقرة من جهة، الشيخاوي وأم قران والعولي من جهة أخرى، لكن لا هذا ولا ذاك تمكنوا من صنع فرص تستحق الذكر في 20 دقيقة الأولى. رغم ثغرات اللي لاحت على دفاع الأولمبي الباجي إلا أنه الخط الأمامي من الاتحاد بقيادة الشيخاوي ما عرفش يستغلها. حكم سرعة أوفانيات ثلاثي خط الأمامي الأولمبيك كان أخطر في مطبق من الشوطور، وجاته أكثر من وضعية وفرصة لقلب المعطيات، لكن لا آية مالك ولا أبو قرة تمكنوا من هذا الشباك من سعيد. في 45 دقيقة ثانية في نصفها الأول ارتفع النسق نسبيا، التاك باتاك وفرصة بفرصة، ولعل أهمها الكرة اللي جات للضيوف عن طريق بالعابد واللي ضيع على فريقه فرصة افتتاح النتيجة. مش بالسهل في باجا يجيوك 4-5 فرص. الحاجة اللي يمكن متقلقين منها هي التجسيم، حتى مقابلة الأهلي جاونا 4 فرص معناتها ما سجلناش، هذا اللي نخدموا عليه باش نصلحوه. الأولمبي الباجي الرد نتاعو كان كرة ثابتة واللي شكلت الخطر على دفاع وحارس المستير. العلوي بدوره في زوج مناسبات كان قريب من هذا الشباك الباجي وقلب المعطيات. أول ماتش في الشامبيونا جينا على 3 بوان كذبش عليك، ما الحمد لله 1 بوان برا خير من بلاش كما نقولوا. أما كثر فرص اللي عملناهم، عملنا برشا فرص، تعدينا على جناب في اللوكس، ضيعنا برشا
نتحملوا مسؤولياتنا نكملوا نخدموا ان شاء الله ربي معنا في الجاي. مع مرور الوقت التعب بدا يظهر على ملاعبيه المستير وتراجع المردود البدني، ولهنا ابناء الجيتوني خذوا زمام الامور وطلعوا اكثر اللطه، جاتهم الكهوف في اخر ماتش لكن للحنشي راي اخر. حبيت ندخل انا وياها الكره اللي سبك الله غالب دخلت انا وياها لان ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله نعوضوا ماتش سيدي بوزيد في بيجا لهنا 3 بوان ويبدا السيكل نتاع الفيكتوار ان شاء الله. اعطينا كلكو ديتاي وقتاش نجموا نستحوذوا على الكره، وين الاماكن اللي نلعبوا فيهم وقت اللي نستحوذوا على الكره. نجحنا في برشا وضعيات من بعد التسجيل في 30 متر الاخرى الديسيزيون تكون للملاعبي اكثر. رغم السيطرة النسبية اللي فرضها الباجية في الفترة الثانية، إلا أن الاتحاد عرف كيف يخرج أخف الأضرار ويتقاسم النقاط مع مضيف. حاجة اللي مقلقة هي الحقيقة اللي دي بلاسمون على بعضهم المستير، تعرف دو بيت سيزون تلقى ماتش تجي من مصر تلعب اليوم في باجا نهار لحد في متلوي، الحقيقة إبويزون اللي جوار، وإن شاء الله تعدى على خير خاطر عنا مقابلات بعد قادمة لازمنا نكون فيهم حاضرين 100%. المتان الأول معناتها ما كناش أكلي طايحين برشا، معناتها اخترنا أنه نلعبوا بلوك ميديان، ودجا حتى المتان الأول كنا أخطر، معناتها جاتنا براتيكمون تروز أوكازيون، ربي ما حبش. دوزيام ميتون زادا كيف كيف، معناتها كرة على 6 متر ما تمركتش، لازمنا نخدموا على رواحنا ننساو الماتش هذا. عندنا ماتش نهار لحد ان شاء الله لهنا، وان شاء الله نبداو نربحوا ان شاء الله بارتير الماتش الجاي. قبل ما نحكيه على المباراة لابد أن نحيي أو دي بلوس على دعمها للرياضة وبرنامج تاسع سبور، وأيضا لبدورها تتمنى حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي في كأس العالم قطر 2022، وتحية لوليد بن حميدة طبعا على كل هذا الدعم. نرجع لمباراة الأولمبي الباجي والاتحاد المنستيري. مجدي عاد نشوف باش نبدا منين نكمل عماد بن يونس التصريح نتاعو. عماد بن يونس قال برشا ارهاق وبرشا تعب على الملعبيه. باش نفتح بارونتيز صغير، الاتحاد المنستيري راسل الرابطه حاب يوخر في ماتش المتلوي اللي باش يتلعب نهار الاحد في المتلوي. الرابطه حتى توا ما جاوبتش الاتحاد، دونك عدم الجواب يعني الرفض. شو الاسباب اللي اعتمد عليها؟ الاسباب معلش، الاسباب الاتحاد المنستيري كان في مصر تنقل صعيب، بعد في وسط الجمعه يتنقل لبيجا نهار الخميس، نهار الاحد يتنقل المتلوي، الجمعه جاي عنده ديبلاسمون لسليمان، وبعد سليمان بتروا جور تلعب كونتر النهضه بركان. دونك ريتم قوي برشا، ولهنا باش نحكي على مبدا تكافؤ الفرص، كيفاش انت ثلاثه فرق توخر لهم المباريات نتاعهم والاتحاد ما توفقلوش. هذا معناتها هذاك علاش استياء كبير الحقيقه في المستير من عدم استجابه الرابطه للتاخير هذا. بالنسبه للمقابله شوف، مقابله فنيا كانت متوسطه برشا. ان شاء الله على كل حال ياخذوا بعين الاعتبار هذه العوامل، لانه مستير تمثل في الكره التونسيه في مسابقه افريقيه هامه، واكيد عامل ارهاق كان ربما سبب من الاسباب، مع كامل طبع احترامنا للمجهودات اللي قاموا بها لاعبي الاولمبي الباجي واحقيتهم بالتعادل. ربما كانوا نجموا يربحوا من خلال الفرص شفناها تيرة مباراة، لكن ثابت في وضعيه كما هكا في لخبطه كما هكا، لابد ان نراعي الفرق اللي تلعب على المستوى الافريقي حتى بصفة استثنائية طالما هناك بعض الاستثناءات. تفضل. بالنسبة للمقابلة، عاد المقابلة فنيا كانت متوسطة برشا. برشا ديشي تكنيك كالك سواء من بيجا ولا من مستير. ما شفناش معناتها براتيكمون حتى 3 ولا 4 باس كونسيكيتيف من الأول. يمكن فهم أفضلية نص ساعة، أفضلية صغيرة للمستير. كانت قادرة باش تسجل هدف. سيرتو معناتها الرأسية نتاع مقران كانت بجنب القايم. بعد في اخر الميتون بيجا دخلت شويه في المقابله، بداوا يشدوا الملاعبين في الكره وياخذوا الثقه في رواحهم. الميتون الثاني بيجا كانت افضل من المسير الحقيقه، وكانت قادره بتسجل وكانت ضيعت فرصه بتاتات بريسك. يعني شوف مش نسال شويه عاد فيتي على المدرب الصربي في شنو قاعد يعمل. وقت اللي تلعب برسم تكتيكي جديد نهار المقابله، تلعب كات كاديو كلاسيك اللي انت ما دربتش عليه. وقت اللي تلعب حسام تقاء على البنك تحطه على البنك بليتو مش لعبه. احسن لاعب بالراه معناتها في المجموعه يقعد على البنك. حتى التحاق عماد بن يونس
التركيبة نتاع الإطار الفني لم تغير شيء من الواقع، لأنه في نهاية الأمر المدرب هو المسؤول الأول والأخير على الخيارات والاختيارات. عاد لعبت كنت سأل شوف علاش تخلي حسين تقع على البنك، ما فما عندك حتى إكسكيوز. ملاعبي من أحسن ملاعبيه في الاتحاد، ملاعبي ليدور، أكثر واحد عاطي روندمون توا، وأكثر واحد ديسيزيف في الماتش اللي تعديه. وكل الأتعس من ذلك كونك دخل حسين تقع أرير جوش كي ضرب لك براوي ظهير أيسر، دخل ويلعب بظهير أيسر، ما فهمتش معناتها شنو الحق. هذه غريبة، وقت اللي نجيبوا مدربين أجانب باش يضحكوا علينا خاطروا أجنبي. جيب مدرب مش على مستير بركة، راه نحكي لك العديد من المدربين الأجانب. أنا ديما نقولها، وقت اللي تجيب مدرب أجنبي يا إما تجيب حاجة كاليبر كبير باش الناس الكل تتعلم وتستفاد منه، فقط انك تجيب مدرب اجنبي يبدا يتفلسف احسن لاعب على دكه الاحتياط، دخلوا للجوش ماتش اللي فات ماتش الاهلي لعبوا بريسكا للدروا مع للدروا باش يكوفري. صراحه يلا نختم معك ماشي. حاب نقول اللي مدرب حسب ما شفت معناتها وحسب ما نتفرج والناس الكل تعرف معناتها في مستير اللي المدرب هذا مش يكون رجل المرحله، الكيب مش قاعده تتطور، دونك حسب رايي لازم برشا بالتوفيق طبعا ليك للفريقين. ترجي الرياضي نهار الاربعاء يستقبل الهلال الشاب، الموعد سيكون لتسلم رمز البطوله اكيد نتاع السنه او الموسم الفارط فؤاد بو فتح. مهدي الحفصي في هذا التقرير. انصار الترجي يتعرفوا اخيرا على الموعد تسلم رمز البطوله لشيخ الانديه التونسيه بعد التتويج الرسمي في جوان الفارق. أربع أشهر بالتمام والكمال تعديوا وجماهير الترجي تنتظر فرصة الاحتفال باللقب، وباش يكون ذلك يوم الأربعاء القادم في إطار الجولة الثانية من رابطة المحترفة الأولى ضد هلال الشب في ملعب حمادي العقربي بيرتس. الجماهير تنتظر في أول مقابلة رسمية في المسابقة المحلية بعد ما أجرى الترجي زوز مقابلات رسمية في إطار رابطة الأبطال الإفريقية، حقق من خلالهم الترشح لدوري المجموعتين على حساب نادي بلاتو يونايتد النيجيري. بعد ما تم تأجيل زوز مواجهات للفريق في إطار البطولة ضد السياسات والبقلاوة، ويواصل بالتالي الإطار الفني للترجي بقيادة نبيل معلول التحضيرات داخل الحديقة ب في غياب أربعة ملاعبين، ثلاثة التحقوا بصفوف المنتخب أقل من 23 سنة اللي يلعب مقابلة الذهاب لتصفيات كأس أفريقيا أمام الكونغو في برازافيل، وهما معتز زدام الميموني وزياد بالريمة، إضافة إلى غياب محمد بن علي المصاب. أخيرا وبعد مرور أربع أشهر عرفنا الموعد الرسمي لتسلم الترجي لرمز البطولة، وباش يكون في حضور جماهير كبير من أنصار الترجي الرياضي التونس. احنا من أولنا مكشخين حوت علينا ديما شناين وما على بالنا بالآخرين، احنا اللي حومنا ريب خفناهم وضربوه بطبيعتها اللعبة على التيتروين الفيراج يجيب البارديات. احنا خول افريقيا نعيشوا مسيطرين في حادها باش تغلب حبلك اكثر من نجمتين، احنا سرة البلاد، احنا الدولة في بخخ العباد، لونيك وكرانت يا موري برجالة وتاريخ العزيز الغالي، احنا المكشخين، احنا لسابوني، احنا الترجي، وعلى خاطر كونوا ديناي فكوا بلاستيك بالابونمون. يلا عبد المجيد، بعد انتظار طويل تقرر تسليم رمز البطوله نهار الاربعاء للترجي. هو يزمو الجمهور الترجي يحتفل ويفتخر بفريقه، لان راهو مش مسهل ست سنوات متتاليه باش تهز البطوله، واعتقد ان الجمهور باش يكون حاضر بكثافه يوم المقابله ضد الهلال الشابه، ويزمو يحتفل وكانه البطوله معناها تقريبا بدايه الموسم هذايا، وهذا هذايا معناتها حق مشروع. ان شاء الله الاحتفاليه تكون في مستوى الحدث، لان البطوله راهي مهما كانت تقعد رمزيه عندها رمز كبير برشا، لان ترجم مجهود نتاع فريق مده موسم كامل، وهذا ان شاء الله معناتها الناس كل تجي ونداء للجمهور الترجي باش تكون حاضر بكثافه. يعطيك الصحه عبد المجيد القبنطيني. يتصل بنا وجدي بن ساسي الكاتب العام لفريق الملعب التونسي. سي وجدي اهلا وسهلا بك ومرحبا. مرحبا اخوي عادل ومرحبا بالحضور وكيفك المشاهدين تاع قناه 9.
تفضل لك الكلمة. شكرا. نحن حبينا ندخله باعتبار أنه تفاجأنا حقيقة بما صدر من بيان عن الرابطة اللي يقرر تأجيل موعد مباراة ملعب التونسي مع الفريق الخصم الترجي الرياضي. وجاء في نص البيان أن هذا التأجيل جاء بناء على طلب من الفريق الخصم أو الفريق المنافس. سمية عاد سمية سيوجه بطلب من الترجي الرياضي. أي بطلب من قلت الفريق المنافس الترجي الرياضي التونسي. إذا نحن تفاجأنا. لا أختي تقول الخصم فيها شوية استفزاز. أما تفضل لك الحرية التامة باش حتى الإيقاع تأويل كلامك يعني فما في بعض المناسبات ما سمات الجمعيات صارت مشاكل كبيرة واحنا نحاول قدر الإمكان نتفادى كل المشاكل والإشكاليات ونضع النقاط على الحروف. تفضل لك الكلمة. فما حتى إشكال. هي العبارة العبرة بالتعبير بالمقاصد لا بذار الألفاظ والتركيب. خصم منافس نفس الكلمة نتجاوزوا هذا. نحن اليوم منافس أكثر منه خصم. هاي الخصومة الداخلة في الخصومة منافس أحسن من الخصم سواجي. مثال سعادة منافس. ونشرك على حابة صدرك الترجي الرياضي التونسي. نحن تفاجأنا كما قلت لك بالبيان تاع الرابطة اللي هو جاء وقتاش جاء تقريبا 48 ساعة قبل موعد بداية المقابلة يوم الأربعاء. شو يقول هذا النص البيان؟ نلقاو اللي يقول بناء على طلب من فريق الترجي الرياضي التونسي تم تأجيل موعد المقابلة ضد الملعب التونسي إلى موعد لاحق. موعد لاحق ما نعرفوش. نحن الديزينياسيون الموعد هذايا جاء السبت الفارق. يعني كان من باب أولى وأحرى أن يقع على الأقل تحديد الموعد أو التذمر والتشكي منذ الإعلان عن موعد المقابلة. مش يجيونا وسط الجمعة وفريق يحذر فريق نخبة ونحذره ويعلم بينا كان المولى نلقاو رواحنا قبل 48 ساعة معناتها ما نعرفوش رواحنا باش نحن نتفاجئوا في قرار اتخذ تعسفا ضد فريقنا. نعتبروه قرار تعسفي ضد فريق الملعب التونسي. واكثر من هذا استنقاص من قيمة الملعب التونسي باعتبار انه ما تمش لا اعلاننا ولا تشريكنا بهكذا قرار. يعني كان معناتها من باب اولى واحرى على الاقل مش مشكل يقع الاتصال كسوا من فريق المنافس الترجي الرياضي التونسي بطريقة ودية كنا نقبلوا. كذلك الرابطة يعني تاخذ قرار من غير اشراك فريق خصم هذايا نعتبروه معناتها ضرب بمبدا تكافؤ الفرص كما قال ضيفك ومس من مبدا المساواة بين الفرق الرياضية. يعني حاجة أخرى نختم بها يعني نحن نلقاو في نص البيان علاش تم تأجيل المقابلة. يقول تم تأجيل المقابلة باعتبار أنه الترجي الرياضي التونسي عنده ثلاثة لاعبين في فريق ما تتم دعوتهم في الفريق الأولمبي وبعض اللاعبين الآخرين أعتقد خمسة أو أكثر في فريق الأول. نحن رانا تنظمنا قوانين الرياضة اللي نحن نحترمه ونحن نحترمه النصوص القانونية. النص القانوني اللي نظم معناتها الوضعيات هذه جاء واضح المعالم اللوائح الفصل 38 من اللوائح العامة لجامعة التونسية لكرة القدم جاء واضح المعالم. شو يقول؟ يقول إذا تم دعوة أكثر من ثلاثة لاعبين في الفريق الأول أو الفريق الأولمبي أو شمعتها أو معناتها نجم يكون مثلا أكثر من ثلاثة لاعبين على الأربعة خمسة يكونوا مثلا ثلاثة تم دعوتهم في الفريق الأكابر وزوج أخرين أو ثلاثة أخرين في الفريق الأولمبي لم يذكر قط الفريق الأواسط أو فريق الأصاغر. بانوا أول إذا كانت عبارة النص واضحة لا يقع التأويل. وبالتالي معناتها هنا قرار تعسفي قرار باطل قرار خارج عن إطار النص القانوني وهذا نتأسفوا له. نحن اليوم عنا نسق مباريات ثم زي برنامج جو المونديال وعنا مونديال بعد 30 تقريبا 30 يوم. نحن نحب نرفعوا من النسق مش نهبطوا فيه مش نأجلوا. ونفس الأسباب نختم بهذا أخوي عادل نفس الأسباب التي وقع معناتها طلب تأجيل مقابلة ملعب التونسي هي بيدها تكون موجودة يوم الأربعاء من الفريق المنافس ضد هلال الشابة. يعني هما بيدهم اللاعبين هذوما ما همش يكونوا موجودين اتونسيون. وهنا معناتها الحقيقه شيء مؤسف اعتبره. وضح سي وجدي بن ساسي الكاتب العام لفريق الملعب التونسي مشكور جدا على التدخل أردت التوضيح هذه النقطة بالنسبة لتأجيل مباراة البقلاوة والترجي الرياضي. نتمنى التوفيق لفريق الملعب التونسي وأكيد أعطينا الفرصة
للبقلاوه للحديث عن رايها، لانه بطلب من السيد وجدي بن ساسي اراد الحديث في هذه النقطه فكان له ذلك. احنا وصلنا لنقطه نهايه حلقه اليوم، يعطيك الصحه انيس على الحضور، ايضا حسين نورنا. كلمه وحيده نكملوها بحاجه ايجابيه، منتخب تونس تحت ال 20 سنه فاز اليوم على المنتخب الليبي بعد ما تعادل مع المغربي، وعمل خطوه مهمه جدا نحو التاهل الى كاس افريقيا. ان شاء الله يفوز على المنتخب الجزائري في المباراه الاخيره، وان شاء الله يكون هو موجود في كاس افريقيا. يعطيك الصحه، مشكور جدا وجدي، اكيد بارك الله فيك مجدي. ايضا الشكر موصول الشعبان نزار، ان شاء الله نهار لحد هذايا لو 23 مع ماهر كنزاري في ليكيب اولمبيك في كونغو، عندهم ماتش اوفيسيال ان شاء الله يربحوا. بالتوفيق للمنتخب التونسي ايضا. يعطيك الصحه مجيد قباطيني، الشكر موصول للجمهور الحاضر معنا هنا، وخاصة وبالتأكيد لأحلى مشاهدين، نلقاكم بإذن الله تعالى نهار الاثنين على نفس المحطة وفي نفس التوقيت انطلاقا من الساعة 8:45. إلى اللقاء وتصبحون على محبة. See you.